في سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اقتحام قوات الاحتلال لباحة المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير وغير المسؤول. وشدد أبو الغيط في بيان له على أن اقتحام الاحتلال لباحة المسجد الأقصى يستفز مشاعر المسلمين حول العالم ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة في تصعيد الموقف. وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التي قد تتسبب في تفجير الموقف في الأراضي المحتلة.